مرحبا، راح أخصص هذا الفيديو للحديث عن الأبراج، كيف راح بتكون عاطفيا ورومانسيا في شهر شباط فبراير. يعني كل اللي عم بحكي عنه بهذا الشهر هو على أساس وين موجود كوكب الزهرة، وين موجود كوكب الحب فينوس بشهر شباط فبراير. بشهر شباط فبراير كوكب الحب فينوس موجود في برج الحمل، إلى جانب كوكب المريخ مارس يلي هو كمان يعتبر من الكواكب العلاقة بالحب وبالعاطفة، واثنيناتهم موجودين ببرج الحمل. وبالتالي فينا نقول إنه بشكل عام الأبراج النارية هي في احتمال انه تكون الاكثر رومانسيه بشهر شباط فبراير، كذلك الابراج الهوائيه لان تتناغم وتنسجم مع تاثيرات اي كوكب موجود ببرج الحمل الناري. لكن بطريقه محدده اكثر راح احكي هلا عن خمس أبراج بعتبرهم رومانسيين أكثر من غيرهم بشهر شباط فبراير. البرج الأول هو طبعا برج الحمل. مولود برج الحمل لازم يكون شهر شباط فبراير شهر الاحتفالات بالنسبة لك، هو مفروض يكون شهر المصالحة عندك إذا أنت مختلف مع حبيبتك، إذا أنت مختلفة مع حبيبك، مع شريكك بالحياة، حتى مع أشخاص بتعزون. شهر شباط فبراير هو شهر رومانسي جدا لمواليد برج الحمل، يجذب الحب والمصالحات والتناغم والانسجام مع أحبائكم، مع ناس حتى غربة، يمكن العازب يلتقي بشريك حياته، يمكن يقع في الغرام للمرة الأولى، بحس حاله جذاب جدا ويجذب الآخرين له، وهذا الشيء بيفسح في المجال للوقوع في الحب أو للتعارف أو حتى للارتباط. هو شهر الحب بالنسبة لمواليد برج الحمل. أما إذا كنتوا مرتبطين فمواليد برج الحمل بقلكن إنه شهر شباط فبراير هو لتعزيز المودة والروابط، روابط الاحترام، روابط التماسك وروابط الاستمرارية مع أحبائكم، مع زوجاتكم، مع أزواجكم. شهر الحب والاستمرارية. إذا مولود برج الحمل كوكب الحب عندك، لكن ما تنسى أنه كوكب المريخ أيضا موجود ببرجك، الأمر الذي قد يولد عند مواليد برج الحمل ذكورا وإناثا نوع من طاقة كتير كبيرة، أحيانا بتكون مسيطرة. وبالتالي مولود ومولودة برج الحمل بشهر شباط فبراير عندهم حب السيطرة، فانتبهوا لحتى ما تكونوا متملكين كتير وعندكم غيرة كتير، الأمر اللي معقول يكون سبب لنفور الحبيب أو أي شخص بيحاول يتقرب منكم. حاولوا مواليد برج الحمل أنه تجعلوا من شهر شباط فبراير شهر التعارف، اللقاء، وأيضا شهر الانسجام والحب والمصالحة. البرج الثاني اللي بيعتبروا رومانسي بشهر شباط فبراير هو برج الميزان. مولود برج الميزان هنالك حب بانتظارك. إذا أنت حياتك فارغة من الحب ومن الرومانسية، بقول لك إنه شهر شباط فبراير سيجذب لك على الأرجح الشخص المناسب. في حب. كوكب الزهرة يقع في البيت السابع يلي هو بالدائرة الفلكية بيت الآخر، وعلى الأرجح تلتقي بشخص يمكن ما بتعرفه، يمكن صديق أو يمكن صديقة قديمة أو أحد الأقارب، تلتقي بشخص أو بصير في محاولات للتقرب منك بطريقة كتير جدية. هو شهر الحب وشهر الارتباط إذا كنت عازب أو عازبة. أما للمرتبط فبقله إنه وبقلا إنه شهر شباط فبراير هو شهر التماسك، هو شهر
المودة، المحبة، الحب والغرام من جديد. شهر عسل جديد بانتظاركم، شهر رائع لمواليد برج الميزان. تقوى الروابط، روابط الزواج، وفيكم تقسموا وتعيدوا قسم الزواج مجددا. ما تخلوا شيء يأثر عليكم، هيدي فرصة مناسبة لحتى ترجعوا تقووا الروابط وتطردوا كل المسببات السلبية. إذا العازب من مواليد برج الميزان بانتظاره حب، بانتظاره قطار الزواج، قطار الحب مقبل صوبه. وأيضا بالنسبة لمواليد برج الميزان المرتبطين هنالك المزيد من المودة. انتبهوا فقط مواليد برج الميزان لأنه كوكب المريخ موجود في البيت السابع، احتمال أنه حدا يستفزكم، الشريك يستفزكم أو أنتم تستفزوه، فما توقعوا ضحية الاستفزاز والتسلط والغيرة. أيضا البرج الثالث اللي بعتبره أنه رومانسي جدا بشهر شباط فبراير هو برج القوس. ليه؟ لأنه كوكب الزهرة وكوكب المريخ اثنيناتهم موجودين بالبيت الخامس عندك، يلي هو بيت الحب والرومانسية الحقيقية. مولود برج القوس بانتظارك شهر من الحب والتسلية والمرح والانفتاح، وحياتك بتكون كلها خفيفة، ما في تقل، ما في زعل، ما في هم، بالعكس تماما. مفروض يكون حياتك بشهر شباط فبراير العاطفية خفيفة حلوة، ما فيها شيء يعكر صفاءك. ففي احتمال للعازب انه يلتقي من خلال ممارسة هواية معينة او من خلال بعض النشاطات، انه يلتقي بشريك حياته او يلتقي بشخص يلفت له نظره جديا، هيدا العازب. اما بالنسبة للمتزوج فشهر شباط فبراير على الارجح بيحمل لك خبر سار، بيحمل لك مصالحة، بيحمل لك انقلاب في المعطيات لصالحك. يمكن يكون في عودة للحبيب، الحبيب الغائب بيرجع. وفي احتمال أيضا أنه يكون في عند مواليد برج القوس العازبين يكون في نوع من احتفال بولادة لطفل أو حدث سار جدا ببيتكم. فعندكم شهر رائع جدا. البرج الرابع اللي بعتبره رومانسي جدا بشهر شباط فبراير هو برج الجدي، لأنه فينوس كوكب الحب موجود بيت الرابع عندكم، وهذا أمر يجلب الحب لعقر داركم، لعقر داركم. فعلى الأرجح حدا رح يدق الباب ويحملكم خبر سار، يمكن يكون عاطفي على الأرجح. فحضروا حالكم مواليد برج الجدي العازبات والعازبين، حضروا حالكم، احتمال انه يكون في خبر سار، احتفال حلو عندكم ببيتكم بعقر داركم. وهنالك حب، وهنالك راحة بال، وهنالك هم بيزيح. اذا في خلاف، اذا في عتب، على الارجح شهر شباط فبراير يجلب الحب. لكن بالوقت نفسه في عنا كوكب المريخ ايضا موجود ببرج الحمل، يعني ايضا في عقر داركم. فحاولوا انكم تميزوا بين الاشخاص يلي عم بيحاولوا يعكروا صفاءكم، صفاء حياتكم، فحاولوا تميزوا بهالامور. اما اذا كنت متزوج مولود برج الجدي او متزوجه، فهنالك بانتظاركم احتفال بالبيت، يمكن خبر سار بالبيت. حضروا حالكم لتغيير، لحدث، لتغيير بروتين حياتكم الى الافضل. هنالك انقلاب، هنالك تطور، هنالك انفراج، وهنالك انسجام تام بحياتكم. البرج الخامس اللي بعتبره رومانسي جدا بشهر شباط فبراير هو برج الدلو. برج الدلو انت رومانسي ليه؟ لانه كوكب الزهرة، كوكب الحب، موجود البيت الثالث عندك، اللي هو بيت التواصل مع الاخرين، بيت الكتابة، بيت الكلام. وبالتالي فيك تكون شاعر فصيح لكن بطريقة كتير رومانسية. هالأمر رح ينطبق
رح تستفيد منه سواء كنتوا عازبين أو مرتبطين، عازبات أو مرتبطات. عندكم الكلام الحلو الجذاب اللطيف الأنيق اللي بيخلي الجنس الآخر يتعلق فيكم، وبالتالي عندكم القدرة مواليد برج الدلو على جذب وأسر الجنس الآخر. طبعا بتكون تتصرفوا بطريقة كتير لبقة ومرينة، ما تسمحوا لكوكب المريخ الموجود أيضا برج الحمل أنه هو يطغى على نوع كلامكم وأسلوبكم ويكون طاغي ومتسلط. خلوا اسمحوا لكوكب الحب فينوس انه هو من كلامكم اللطيف المرن هو يلي يسيطر على العلاقات، على طريقة التعامل مع الآخرين، الطريقة اللبقة الجميلة، الكلمة الحلوة، الدبلوماسية، الأنيقة، الإطراء، وأيضا الكلام الحلو هو سيجلب الحب لحياتكم. المتزوجين هنالك بانتظاركم تبادل لكلام حلو، يمكن لاعتذار، يمكن لمبادرات، هيدي حلوة فاستفيدوا منها. فإذا أنت مغلط بحق زوجتك أو أنت مغلطة بحق زوجك، شهر شباط فبراير بيسمح لكم وبيفتح مجال أمامكم لحتى أنتوا تحكوا، تعتذروا، تاخدوا الخطوة. فما تستحوا، كونوا جريئين وتقدموا للحبيب بكلام جميل جدا. وما راح تكونوا الا انتم الربحانين. هذه هي اذا الابراج الاكثر رومانسيه بشهر شباط فبراير، بكررون: الحمل، الميزان، القوس، الجدي والدلو. فبتمنى لكم شهر رومانسي جدا. الى اللقاء.